فعلا النقاش يكون من المجموعة الثانية يكون موضوعي، يتعامل مع النقاشات اللي ممكن مثلا فرضت منها النوع ديال المشاكل، يتعامل موضوعيا، يتسال السياقات مختلفة، كل جماعة عندها مشاكل، كل جماعة عندها حلول، كل جماعة عندها مداخل، إذا نحاول ما أمكن ناخذ بعين الاعتبار السياقات، حيث ربما أنت تشوف المدخل هو هذا والآخر تشوف المدخل ماشي هو هذا الآخر، غير يجب أن ننتبه. معركة عندنا حنا جوج ديال الأمور، حيث بالنسبة للجماعة السلالية كاين جوج المبادئ يجب أن ننتبه إليها. المبدأ الأول هو مبدأ الملكية الخاصة، واللي تيعطيها حق حصرية في التملك، في الحيازة، في الانتفاع، ومبدأ واحد المبدأ اللي نورمالمون ما انتبهنالوش شوية في الورشات، حتى أنا تابعت شوية الورشات ما انتبهنالوش، هو أن الدولة تعتبر بأن الأراضي كاع كاملة والأرض هي منا. راه مشكلة خصنا ننتبهو، هي منا، بأن الدولة هي اللي تمتلك الأرض وليست الأفراد. دونك المنطق ديال الوصاية تيدخل في هذا الإطار، بأن حتى واحد من تيملك الأرض بأن الدولة هي، وهذا هو اللي عطى الحق ديال التفويت، وعطى الحق ديال الكراء، وعطى الحق ديال بزاف ديال المسائل. دونك هذه الهضرة ديال أن هناك تناقض ما بين المبدأين، المبدأ ديال الملكية الخاصة واللي تيعطيها حقوق حصرية، ومبدأ ديال المنة. هذا المبدأ ديال المنة راه خطير جدا، يجب أن ننتبه ليه كفاعلين مدنيين، لأن المبدأ ديال المنة هو اللي عطانا الإمكانية ديال أن الدولة يمكن تفوت، يمكن تكري، يمكن دير بزاف ديال المسائل. هذا المبدأ ديال المنة خصنا ننتبهو له كاملين أونسومبل. هذا العنصر الأول، الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، يجب أن ننتبه، قبيلة كنت نسمعنا في النقاشات على أن خصنا نأدابتيو العرف القوانين الوطنية. نسينا واحد المسألة اللي هضرنا عليها قبيلة، هي المواثيق الدولية. المواثيق نورمالمون خصنا أدابتيو القوانين الوطنية والعرف بما يتماشى مع المواثيق الدولية وليس العكس. هضرنا عليها قبيلة. وعطيت أنا ليكزومبل ديال أسول. أسول راه مازال عنده واحد الإشكال كبير في التمييز. أن المرأة خاصها توصل 48 سنة وتكون متزوجة وتكون معيلة، عادي يمكن تستافد، وهذا حيف. دونك خاصنا غير نحاولوا ما أمكن نهضروا على الموديل دو فورماسيون اللي هضرنا عليه قبيلة ديال الحقوق في علاقتها بالأرض، لأن إلا ما درناش هذه المسألة هذه دائما غنكونوا